السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم تاني أعزائي المشاهدين بعد الفاصل. احنا عايزين نتكلم النهاردة يا جماعة برضو موضوعنا موضوع الكورونا، ولكن في حاجة مهمة جدا لما بنيجي نعرف حاجة عن الكورونا بيقولك إن الكورونا بيدمر جهاز المناعة، الكورونا بيدخل على جهاز المناعة وبيبتدي يحصل تأثير من هذا الفيروس وجهاز المناعة. علاقة الكورونا بالمناعة ده اللي لازم إن شاء الله نعرفه بإذن الله، وهيعرفونا النهاردة ضيفتنا دكتورة هالة الحضري استشاري الروماتيزم والمناعة كلية الطب القصر العيني. أهلا بك يا دكتور. أهلا يا فندم، إزي حضرتك؟ أهلا بك يا دكتور. دكتور هالة، الكورونا هو هاجس العالم كله. ده الكورونا هو اللي شاغل بال الجميع. الناس كلها بتسمع الكورونا، ولكن إحنا عايزين نتكلم عن الكورونا بمنظور تاني. الكورونا وتصححنا وتقولينا الصح إيه. الناس بتقول إن الكورونا بيجي على جهاز المناعة، بيبتدي يدمر جهاز المناعة، وجهاز المناعة ما بيقدرش إن هو يقاوم هذا الفيروس، وبيبتدي الإصابة بتزيد وبتحصل الوفاة. طيب أنا عايز أعرف، تعرفي لي جهاز المناعة اللي في الجسم هو إيه؟ هو طبعا بمنتهى البساطة عشان ما نطولش على الناس، يعني هو جهاز المناعة حضرتك مش جهاز معين موجود في الجسم، هنقول مثلا زي القلب ولا الرئة ليه مكان معين، لا هو مجموعة من بعض الأشياء هنتكلم عليها يعني بسرعة كده. خلايا، أنسجة، سوائل معينة بتتفرز، إشارات معينة بتتبعت، فإحنا عندنا منظومة جوه الجسم بنطلق عليها جهاز المناعة. ببساطة ده الجيش بتاع حضرتك. الجيش ده مش واقف في حتة واحدة، ومش مكون من حاجة واحدة، هو عنده كذا سلاح، والأسلحة دي بتبقى منتشرة في كذا مكان. طيب احنا عندنا الحدود بتاعتنا بيبقى واقف عليها بعض من الجنود. مش هنوقف الجيش كلنا على الجنود. طيب ده مسؤول عن ايه؟ ده الخط الاول للدفاع عن حضرتك. طيب لما بيدخل فيروس او بكتيريا او اي حاجة تانية تدخل الجسم عشان خاطر هي هتسبب ضرر ما، الجهاز ده هيقف يتفرج؟ اكيد لا. هيبتدي يعمل ايه؟ هيتنبه. لما يتنبه هيبعت رسائل معينة، هيبعت سيجنلز معينة، هيبتدي يعمل زي نوع من التعبئة العامة بقى، ان هو يبتدي يجيب معظم الأسلحة بتاعته ان هي تقف معاها على الحدود عشان تحارب العدو اللي داخل ده. طب انت حضرتك عندك ثلاث سيناريوهات للحرب، يا اما انت قد العدو فهتغلبه، تمام، لو انت الجهاز بتاعك اقوى، لو انت اقوى منه هتغلبه، لو انت قده هتبقى الفرصه في الكفتين متعادلتين، لو انت اضعف منه انت هتخسر المعركه. تمام. يبقى انت عايز يبقى جهاز المناعه بتاعك يمتاز بحاجتين، ان هو قوي فيقدر يكسب اي حرب هيدخلها، وان هو يكون مستعد. يعني ما نجيش وقت الحرب نبتدي متحفز، مستعد. يعني انا جاهزه لو حصل اي حاجه النهارده، انا مستعديه ليها. انا مش هاجي وقت المشكله وابتدي اشوف انا اخباري ايه، لا انا هشتغل على نفسي وعلى الجهاز المناعه بتاعي واقويه، بحيث ان لو حصل اي مشكله في المستقبل لا قدر الله يبقى الجهاز بتاعي مستعد ليها. تمام. فده باختصار جهاز المناعه. طب انا النهارده ازاي اخلي جهاز المناعه بتاعي مستعد لاي فيروس او اي بكتيريا ممكن تهاجمه؟ لحضرتك ما تعملش حاجات تقلل بيها المناعه او جهاز المناعه. زي ايه بقى؟ زي هنقول الحاجات اللي بتقوي جهاز المناعه، فهنقول يبقى العكس بتاعها هي الحاجات اللي بتضعف جهاز المناعه. احنا بمنتهى البساطه يا استاذ هاني، احنا ما عندناش دواء سحر مثلا هقول للعيان خده ده هيرفع جهاز المناعه، ما فيش الكلام ده. تمام. عشان بس في ناس ساعات يبعتوا يقولوا لنا ايه حضرتك اخد ايه عشان ارفع بيه جهاز المناعه؟ ما فيش كده. في ان انا اعيش عيشه صحيه. ايه هي بقى العيشه الصحيه دي؟ ان انا انام عدد ساعات كافيه، ان انا اكل اكل صحي، ان انا اشرب ميه كتير، الميه مهمه جدا لجهاز المناعه ولاي حاجه تانية. ان انا ابعد عن التوتر، لان طبعا التوتر اللي احنا فيه ده، ان الناس قاعده متوجسه زي ما بيقولوا، ده اكتر حاجه على فكره تدمر جهاز المناعه. الاسترس ده من اكتر الاشياء اللي بتخلي اي حد عنده مشكله في المناعه تبتدي، وكل دلوقتي تظهر. عنده ضغط، كل الناس دلوقتي مضغوطه وخايفه، وده برضو مأثر عليهم. هي مش عارفه ده ايه اللي هيحصل، ايه تبعاته، طب احنا هنكتشف له عليك، طب في اي حاجه، يعني كل واحد قاعد مستني الدور يجي عليه زي ما بيقول. فطبعا ده لوحده توتر يعني اي بني ادم ما يقدرش يستحمله. طيب فيعني دي الحاجات اللي احنا لو ابتدينا ان احنا نلتزم بيها، والرياضه طبعا. والرياضة. اكيد
هتقوي جهاز المناعه، عكسها بقى هو اللي هيخلي جهاز المناعه بتاع حضرتك مش مستعد. الاكل العدم صحي، عدم الرياضه، كل الحاجات دي، التدخين، التوتر، التدخين. التدخين طبعا من اكتر الاسباب اللي بتخلي جهاز المناعه ضعيف، والانسان ممكن يبقى اكثر قابليه ان يجيله امراض. عدم شرب المياه. عدم شرب المياه طبعا بيجي لحضرتك جفاف وممكن يحصل مشاكل كتير. شرب المياه مهم جدا على فكره، جدا، يعني مش هقول لحضرتك بس عشان فيروس كورونا، لا، عشان اي حاجه في الدنيا. المياه ربنا قال لك ان احنا وجعلنا من الماء كل شيء حي. بالظبط، واحنا جسمنا معمول اصلا يعني تقريبا من ميه، فمهم. طيب هناخد اتصال ونرجع لحضرتك تاني. استاذ رمضان، استاذ رمضان اتفضل. استاذ رمضان. طيب استاذه ليالي. ايوه انا مع حضرتك. اهلا وسهلا يا فندم، اتفضلي يا فندم. معلش انا كنت عايزه اسال سؤال. انا بس عندي مشكله، انا كنت عامله عمليه في الجيوب الانفيه. تمام. وكل كام يوم عشان الجو والتراب والكلام ده بصحى الاقي مناخيري مسدوده، الاقي مثلا زوري ناشف، فببقى قلقانه جدا واقعد اشرب حاجات سخنه والكلام ده. فانا عايزه اعرف يعني هل الموضوع مقلق او امتى ابقى قلقانه؟ او يعني على طول ببقى صاحيه خايفه ان انا يعني لا قدر الله ممكن يكون جاي لي مرض او كده، فايه حاضر. التصرف اللي ممكن اعمله حاضر عشان ارفع مناعتي؟ حاضر يا استاذه ليالي، هتجاوبك الدكتوره. هناخد معانا استاذ رمضان ونرجع تاني. استاذ رمضان اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اتفضل. الو، اهلا وسهلا، اتفضل يا فندم. ازيك يا استاذ هاني؟ اهلا وسهلا. اهلا بيكوا بضيفك الكريم. اهلا بحضرتك. كنت عايز اعرف ايه هي الاطعمه اللي بتقوي المناعه ضد الفيروس؟ الاطعمه يعني نعرفها. حاضر. بتستغل معاك المناسب ان انا اشكر الاستاذ باسل الحيني رئيس الشركة القابضة للتأمين. تمام. على ما أعده من وقاية في الشركات الخاصة التابعة لي. تمام. ده دور الشركة القابضة ودور قطاع التأمين في مصر. دور ما والله دور الشركة القابضة، يعني حضرتك عارف ان الاستاذ باسل الحيني قام بالتبرع ب10 مليون جنيه. اكيد. قام بالتبرع ب10 مليون جنيه، وشركة القبضة يعني لا تتوارى ان هي تقوم بمساعدة البلد وتقف جنب البلد. وطبعا احنا ده دورنا في المقدمة. والاستاذ باسل الحيني بصراحة رجل نشيط جدا ويعمل على هذا وعلى عمل التأمين، وبصراحة يعني كل المنتجين بشركة مصر للتأمين بيشكروا الاستاذ باسل الحيني بصراحة. وبرضه بنكرر السؤال بتاع حضرتك يا استاذ هاني. طبعا. وبنقول له كل سنه وانت طيب، وهو عارف يعني كل سنه وانت طيب. كل سنه وحضرتك طيبين. شكرا ليك يا استاذ رمضان. استاذ رمضان معانا. اهلا حضرتك، اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت حضرتك، كنت بسال يعني بعض الناس بتنشر ان حبه البركه يعني بتدي يعني ترفع مناعه. حاضر. الدكتورة هتجاوبك. حاضر حاضر، شكرا ليك يا استاذ رمضان. استاذة الدكتورة هالة، هناخد الاول ليالي، وبتقول ان هي كانت عاملة عملية في الجيوب الانفية وبتحس بجفاف وجفاف في الحلق، وبتقوم بقى طبعا عندها بعض المشاكل. اولا نمرة واحد ما نخافش، لان احنا قلنا الخوف والتوتر بيخلينا ان احنا مناعتنا تقل. تمام. نمرة اتنين، احنا مش اي حاجة هتحصل لنا هنقول ان انا جالي الفيروس. احنا النهاردة طول النهار وزارة الصحة الحقيقة عاملة يعني توعية وحملات كثيرة. الأعراض بتاعت الفيروس كورونا احنا عارفينها كلنا النهاردة، ان لازم يبقى فيه حرارة. الحرارة دي كمان لازم تبقى أعلى من 38، يعني مش نص درجة ولا حاجة نعتبر ان دي حرارة. تمام. معاها كحة جافة. ممكن يصاحبها التهاب في الحلق. خلاص. ممكن ألم في الجسم، ألم في العضلات، ممكن ألم في البطن، ممكن قيء. فلو انا النهارده ابتدى او ضيق في التنفس، لو انا النهارده ابتديت اجمع الاعراض دي ابتدي انا اقلق ان ممكن يكون جالي الفيروس. لكن مش النهارده اي حد زوره هيوجعه شويه هيجي له حساسيه في الجيوب الانفيه. اكيد. منتشره وبالذات ان النهارده التراب والعواصف في الجو ده. دي ممكن بتبقى حساسيه حضرتك، وممكن تبقى مجرد افرازات من الانف يعني. أيوه. بياخدوا لها ادويه حساسيه، وطبعا بيبقى انف واذن اكتر تخصص. لكن اهم حاجه في الاول وفي الاخر ان احنا لا نقلق ولا نخاف، وزي ما اتفقنا ان في اعراض اخرى هي المهم ان هي تكون لا قدر الله لو هي موجوده ابتدي اقلق ان في الفيروس. طيب نطمن الاستاذه ليالي.
تمام. طب استاذ رمضان بيقول الاطعمه اللي تساعد على رفع المناعه، الاطعمه احنا يا حضرتك بنتكلم دايما ان الاطعمه لازم تكون طازه. يعني احنا لازم ناكل النهارده خضار فاكهه، نكتر الالوان اللي في الاكل، كل ما الالوان زادت كل ما الغذاء والفيتامينات زاد. والحاجات دي زادت. الاسماك طبعا بتدي فيتامينات وبتدي اوميجا 3 وبتدي انتي اوكسيدنتس، يعني هي كلها حاجات مفيده جدا. نقلل الحاجات اللي هي فيها مواد حافظه، يعني كل ما الحاجات كانت طازه نخلينا للطبيعي، الحاجات الطبيعيه نقلل السكر، نقلل الملح، نستخدم اكتر حاجات الطبيعيه، العسل، العسل الابيض، العسل الاسود، الحاجات دي مهمه. طيب استاذ رمضان بيتكلم عن حبه البركه. الحبة البركة هي يعني مش هقول لحضرتك ان هي مش مفيدة، اكيد مفيدة، لان هي دي الحبة السوداء اللي قال عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. احنا عندنا اي حاجة طبيعية انا بعتبر ان هي بيبقى ليها دور في الجسم. واي حاجة النهاردة طبيعية هتفيد الجسم وهتعلي المناعة، مش هنقول لا. طيب احنا جاوبنا على الاسئلة، ولكن انا ليا سؤال عند حضرتك. بعض الناس بيروحوا للدكتور وده السؤال دوت نفسي حد يجاوبني عليه بقى. يروح للدكتور يقول له انت عندك روماتيزم، انت عندك روماتايد. انا عايز اعرف يعني ايه روماتيزم، لان من وانا صغير اسمع عن الروماتيزم، بس ايه هو مرض الروماتيزم؟ انا ما اعرفوش، يا ريت حضرتك تعرفي لنا للساده المشاهدين وتقول لنا يعني ايه روماتيزم بقى. هو الحقيقه السؤال ده حلو قوي بصراحه، لان انا كان نفسي ان انا اوضح النقطه دي للمشاهد. احنا عندنا حضرتك الروماتيزم ده تخصصي انا، يعني انا دكتوره روماتيزم. تمام. الروماتيزم ده تخصص نابع من التخصص العام البطنه. خلاص. مفيش مرض اسمه روماتيزم، يعني دايما العيان يقول لك انا عندي روماتيزم او جالي روماتيزم او الدكتور قال لي عندك روماتيزم. لا، احنا عندنا الامراض الروماتيزميه او التخصص بتاعنا يندرج تحتيها مجموعه من الامراض المناعيه، اللي هي ايه بقى؟ الروماتويد زي ما حضرتك قلت، الذئبه الحمراء، الروماتيزم الصدفي، ممكن النقرس، الهشاشه، الخشونه، الام الفقرات، الحاجات دي كلها هي تخصص امراض الروماتيزم. لكن مفيش مرض اقدر اقول عليه انت عندك روماتيزم. ممكن اقول لك عندك هشاشه، عندك خشونه، عندك نقص فيتامين د، عندك نقرس، عندك روماتويد، واتفر بقى انا ايه المرض اللي انا شخصته. لكن كلمه روماتيزم ده تخصصي انا. طيب او تخصص الدكتور. انا هاخد من حضرتك للروماتيزم، انت قلتي مرض روماتويد، هاخد منك سؤال في الروماتويد بس بعد ما اجاوب على الاستاذ هشام. استاذ هشام اتفضل. استاذ هشام السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اتفضل يا فندم. انا كنت عايز اسال حضرتك على اسهل طريقه للوقايه. اسهل طريقه للوقايه. حاضر يا فندم، هنجاوبك. حاضر، شكرا ليك يا استاذ هشام. هتكلميني وتقولي لي، لان دلوقتي انا خدت من حضرتك كلمه روماتويد. وده مرض. روماتويد مرض المفاصل. مرض المفاصل. المفاصل. ولكن طبعا. انا النهارده يعني على مسمع وفي كلام منتشر جدا ان ادويه الروماتويد بتعالج الكورونا، العلاقه بين الروماتويد والكورونا، يا ريت حضرتك تجاوبني. يعني قاري كل الحاجات اللي احنا نحاول نطلع يعني ونفهم. طيب. هو احنا عندنا مرض الروماتويد ده مرض بنسميه مرض من امراض المناعه الذاتيه. احنا ما كنا بنتكلم على جهاز المناعه، كنت بقول لحضرتك احنا عايزين الجهاز ده مستعد. تمام. وشغال كويس، يعني لا هو قليل ولا هو زايد عن اللزوم. تمام. لما بيقل بيعمل لنا امراض اللي هي المناعه المكتسبه، اللي هي احنا زي مثلا ما كنا بنقول عليه زمان الايدز. طيب لما الجهاز ده يشتغل زياده عن اللزوم او يهايبر يعمل ايه؟ يعمل حاجه اسمها امراض مناعه ذاتيه، يعني يبتدي الجهاز المناعه بتاعك يتلخبط، بدل ما يهاجم مثلا فيروس داخل له من بره او بكتيريا داخله له من بره، يهاجم انسجه الجسم نفسها. ينتج عنه مرض زي مثلا هنقول مرض الروماتويد، ان هو ابتدى يهاجم المفاصل بتاعتك. يحصل التهاب في المفاصل، يحصل تورم، يحصل تيبس صباحي، وفي اعراض اخرى طبعا. طيب النهارده في تطور دائم في علاج الامراض المناعيه الحقيقه في العالم كله. زمان ايام ما حضرتك مثلا تسمع عن جدتك او جدتي لو كان جالهم روماتويد كان يقول لك ايه دي بتاخد كورتيزون بس، دي بتاخد حقنه ذهب، كانت مشهوره قوي الادويه دي زمان. الحقيقه في خلال العشر سنين الاخرانيين حصل طفره في العالم كله بالنسبه لعلاج الامراض المناعه. اشهرها حاجه اسمها النهارده ادويه بيولوجيه.
خلاص؟ تمام. طيب الأدوية البيولوجية دي بتشتغل إزاي؟ بتشتغل إن هي بتظبط جهاز المناعة. يعني مثلا لو جهاز المناعة ده بيطلع مادة معينة، المادة المعينة دي هي اللي مسؤولة عن الالتهاب ده، هو هيبطل يخلي المادة دي تطلع وهكذا. عندنا طبعا كذا حاجة بتفرز، فهو كل دواء بيشتغل على حاجة من الحاجات دي أو مادة من المواد دي. من ضمن الـ الأدوية دي فعلا دواء بيستخدم في علاج الروماتويد، مش هنقول الاسم طبعا عشان خطر يعني ما ينفعش، لكن أنا قريت الفترة الأخيرة إن هم ابتدوا يستخدموه في علاج الكوفيد 19 خلاص، في الناس اللي عندها مشاكل في الرئة أو صعوبة في التنفس أو اتحطوا على الفنتيليتورز، ولقوا فعلا إن في تحسن. أو هو طبعا بص حضرتك، مفيش النهارده لغاية دلوقتي في العالم كله أدوية مصرح بيها للكوفيد، يعني كلها بنعتبرها لسه تجارب سريرية أو ترايلز. ما نقدرش النهارده نقول ده 100% الدواء ده هيجيب نتيجة مع كل الناس. لا، في كله تحت التجربة لسه. في دواء ممكن يجيب مع بعض الناس، وفي دواء آخر مع وهكذا، هو كله تحت التجربة. من ضمن الأدوية دي دواء من الأدوية اللي بيعالج فعلا مرضى الروماتويد، مش بس الروماتويد على فكرة، والسقف الحمراء وأمراض أخرى. وده على فكرة يلفت نظرنا لحاجة برضو، إن وده الاتجاه اللي ابتدى العالم النهاردة بيتكلم فيه، إن الفيروس ده أو الكوفيد 19 ابتدى يعمل تغيرات داخلية في الجسم شبيهة لأمراض مناعة إحنا بنشوفها. شبيهة يعني، ابتدوا النهاردة يتكلموا إن بعد ما شرحوا الجثث لقوا إن الرئة بيحصل فيها مثلا تجلطات، خلاص مش بس التهاب رئوي زي ما كانوا فاكرين. فابتدت النظرة للموضوع تختلف شوية، لازم بقى أدوية سيولة وهنخش بقى أدوية سيولة. وابتدوا يفكروا دلوقتي إن هم على فكرة يدخلوا أدوية مناعة أو من الأدوية اللي إحنا بنستعملها في المناعة. بس هقول لحضرتك على حاجه برضو، ده كل ده لسه ايه تحت التجربه، تجارب لسه النهارده لغايه النهارده مفيش لا علاج نهائي ولا قاطع ولا حتى مصل ولا فاكسين طلع للكوفيد، كلها تجارب. لكن الحمد لله احنا برضو يعتبر بالنسبه للي بيحصل في العالم، الحمد لله بالنسبه للنسب اللي احنا بنشوفها عندنا. شايفه حضرتك ان مصر ماشيه بخطى ثابته، او وزاره الصحه او القطاع الطبي في مصر ماشي بخطى ثابته رغم ارتفاع بعض الحالات زي ما بنشوف كده، ولا احنا ماشيين ازاي؟ احنا لغايه دلوقتي يعني ماشيين، مش هقول لحضرتك كويس ومش هقول لحضرتك وحش، بس احنا يعني لو نكمل اقل من كده هيبقى احسن، لان هو في مرحله لو ابتدى يحصل فيها زي ما بيقولوا اوت بريك او الفيروس خرج عن السيطره، هي دي اللي هتبقى المشكله بالنسبه لنا اللي هنواجهها. فانا حاسه برضو ان القصه الناس ابتدت تفقد شويه الحرص، يعني انا مثلا النهارده جايه لحضرتك لقيت الطريق زحمه جدا، الناس كلها في الشارع، مفيش بقى ستي هوم دي، ومفيش عدم الاختلاط. يعني احنا برضو عايزين نرجع تاني، مش عايزين نخوف الناس، يبقى في حرص بس ونوعي، بس علشان خاطر ربنا يكملها معانا كده بالستر، ان احنا الحالات ما تزيدش عن كده. وبرده مش بس الحالات ما تزيدش عن كده، ان احنا الحالات اللي هي بتتطور ما تزيدش عن كده. يعني احنا الحمد لله نسبه كبيره قوي بيتم فيها الشفاء ان شاء الله. نتمنى نحتفظ بالنسبه ان شاء الله دي. نتمنى ان مصر ان شاء الله ربنا يعديها من الازمه ديت، والعالم الاسلامي كله والعالم كله يعدي من الازمه ديت. انا كنت سعيد بحضرتك النهارده، شرفتينا ونورتينا وبالمعلومات اللي حضرتك قلتيها، ونتمنى ان شاء الله تكوني معنا في حلقات اخرى ان شاء الله باذن الله. ميرسي يا فندم. اعزائي المشاهدين، يا رب ان شاء الله الشعب المصري يحافظ على نفسه. يعني الحكومه مش هتعمل لك حاجه، مش هتقول لك اقعد في البيت غصب، انت اقعد في البيت حافظ على بيتك، حافظ على اولادك، حافظ على نفسك. يعني خليك في البيت يا جماعه، خليكوا في البيت. ويعني حتى في اشغالك الحكومه بتقول لك يبقى العمل بالتناوب، خليك في البيت واقعد حافظ على نفسك لغايه ما نعدي الازمه ديت، عشان ربنا يكرمنا. داخل علينا شهر رمضان، ربنا يسترها على الجميع ويسترها على الشعب المصري وعلى العالم الاسلامي كله. نتمنى يا رب ان ربنا يسترها علينا كلنا. التحية الواجبة والشكر الواجب للجيش الأبيض، الأطباء يا جماعة، الأطباء ربنا معاهم وربنا يكون معاهم يا رب، ويا رب كده يفضلوا هم سند لينا ويساعدونا إن شاء الله ويحافظوا علينا. كمان احنا كمان لازم نساعدهم ونساعد الشرطة والجيش يا جماعة، إن احنا ما ننزلش في الشارع. مش عارف أقول لكم إيه تاني غير إن ربنا يسترها علينا. نتمنى للشعب المصري والعالم الإسلامي كله السلامة إن شاء الله، على أمل ووعد أن نتجدد اللقاء معكم في حلقات أخرى. كان معكم هاني الفرماوي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.